السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع الجيد في رياضيات المستوى الرابع ابتدائي الصفحة 26، دونك مع تكوين التعلمات ودعمها وتوليفها. جيد، دونك نبداو مع تصحيح التمارين، ولكن ديروا محاولة، يعني الفيديوهات خاصة بالتصحيح فقط، يعني ما تعتمدوش على النقل المباشر. جيد، هنا رقم مئات المجموع 1807806 زائد 1896 هو، إذا نديروا المجموع ونشوفوا رقم المئات. إذا المجموع، إذا 7806 زائد 1000، إذا الآلاف تحت الآلاف، المئات تحت المئات، العشرات تحت العشرات، والوحدات تحت الوحدات. إذا 6 زائد 6 12، 9 زائد 1 10 وأحتفظ، 8 زائد 8 16 زائد 1 17 وأحتفظ، 7 8 9. إذا رقم مئات المجموع، هذا الوحدات، هذا العشرات، هذا المئات، إذا هذا هو المئات، إذا الجواب صحيح هو 7. نتيجة الفرق، إذا هنا نديرو الفرق، 8427 ناقص 7500، إذا 7 ناقص 0 2 ناقص 0 14 ناقص 5 يساوي 9، و8 ناقص 8 0، إذا الفرق هو 927، بمعنى هذا هو الجواب الصحيح. هنا عدد عشرات الجداء 68 ضرب 75، إذا عدد عشرات، أول حاجة نديرو بعد الجداء، 68 ضرب 75، يعني الجداء هو الضرب، إذا 5 ضرب 8 40، 5 ضرب 6 30، زائد 4 34، 7 ضرب 8 56، 7 ضرب 6 42، زائد 5 47، ثم نجمع، إذا 0 4 زائد 6 10، نضع 0 واحتفظ بواحد، 7 و13 زائد 1 11، نضع 1 واحتفظ بواحد، 4 زائد 1 5. إذا اللي بغينا عدد العشرات، لاحظوا عدد العشرات، كنبحثوا حنا على رقم العشرات هو هذا، ونحذفوا ما تبقى، يعني غنكتبوا من هنايا حتى لهنايا. إذا عدد العشرات، عدد العشرات هو بحال غنقسموا على 10، يعني نحذفوا الصفر، إذا 510. ملي كيقول لي عدد العشرات، يعني بحال نقسموا الجداء على 10، أو بطريقة أخرى بلا ما ديروا القسمة، كتبحثوا نتوما على رقم العشرات اللي هو الصفر، وكنبداو من الاول حتى العشرات نحبسوا. بغينا عدد العشرات، مثلا بغينا عدد المئات هو 51، نحبسوا عدد المئات. بغينا عدد الالاف هو 5، نحبسوا عدد 5. هنا العدد 752104 وحدات هو، اذا هنايا هذا العدد، هذا اللي بغينا نكتبوه، لاحظوا هذا الالاف وهذا الوحدات البسيطة. إذا 752 ماذا؟ 100، غنجيو لهذا الوحدات، هذا العشرات، هذا المئات، هنا غنكتبو، نبداو من الوحدات ديالو، هذه 752 100، وأربع وحدات، نمشيو للوحدات ونديرو 4، ما تبقى نديرو فيه أصفار، إذا هو 75204، 75204 هو هذا. يعني بحال كديروا الجدول، يعني الا ما فهمتوش اكثر، هذا بحال الجدول، هذا الجزء، هذا الوحدات البسيطه، وهذا الالاف، كل واحد فيه 3 ديال الوحدات، العشرات، المئات، الوحدات، العشرات، المئات. اذا الا قال لي هو 752 100، بحال الجدول ديال التحويل، كنجيو ل 100 ونديروا الوحدات في الواحد، نبداو من رقم الوحدات، شوف هكذا، وأربع وحدات، نجي الوحدات ندير 4، ما تبقى أصفار، إذا 75 هذا زائد 75204. العدد 500000 هو، إذا هنا لبغينا نكتبو العدد 500000، من طبيعة الحال كنديرو الآلاف، الوحدات البسيطة، إذا الآلاف، ألف في 500، الوحدات البسيطة غير موجود، إذا هو 500000 هكذا. إذا الجواب الصحيح هو، بما أن هنا دايرين الضرب، إذا هنا 50 ضرب 100 3 الأصفار، إذا لا، هنا راه عندي أنا 5 الأصفار،
هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة الأصفار لا، واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا 500 ألف. إذا هذا هو الجواب الصحيح، هذا راه فيها أربعة الأصفار، حنا راه عندنا خمسة ديال الأصفار. أكبر عدد صحيح مكون من خمسة أرقام هو، إذا إلا بغينا خمسة ديال الأرقام هو هذا، لأن إلا زدتي واحد غتولي في ستة ديال الأرقام. العدد هو إذا هنا 9000، إذا 90000 عفوا. إذا هنا لاحظوا هذا الآلاف، هذا الوحدات البسيطة، إذا 9 × 10000 يعني عشرات الآلاف، هذا وحدة الآلاف، هذا عشرات الآلاف. 9 × 1000 يعني 9 في الآلاف، 9 في 100 يعني 9 في المئات، 9 في 10 يعني في العشرات، وهنايا الوحدات غير موجود، إذا 99,990. إذا هو هذا الجواب الصحيح. جيد، نمشيو دابا للهندسة. دونك هنا ألاحظ العلامات على الأقطار وأتعرف طبيعة الرباعي الاعتيادية. إذا هنا من الأقطار غادي نعرفوا الرباعي. إذا هنا القطران يتقاطعان في نفس المنتصف، لأن هذه العلامة بحال هذه العلامة وهذه بحال هذه، وفيه زاوية قائمة. إذا لكانوا يتقاطعان في نفس المنتصف وكاينة بيناتهم زاوية، يعني هما متعامدان، واحد طويل واحد قصير، إذا معين. دونك هنايا صحيح. إذا هنا إلى صلنا فعلا غيعطينا معين. جيد، هنا هنا القطران يتقاطعان في نفس المنتصف، هادو بحال بحال وهادو بحال بحال، ونفس العلامات يعني متقايسان، إذا هذا تعطينا مستطيل وليس متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع تيكون قطر كبير وقطر صغير. إذا هذا مستطيل. بالنسبة لهذا القطران يتقاطعان في نفس المنتصف، متعامدان، متقايسان لنفس العلامة، مربع. إذا الجواب صحيح. إذا درت القوس هنا غتلقاو زاوية قائمة، نفس الشيء هنا. هنا القطران يتقاطعان في نفس المنتصف، لأن هذه متقايسة مع هذه وهذه نفس العلامة، ولكن واحد علامة ماشي بحال علامة، يعني واحد طول واحد قصير، إذا هذا تيكون متوازي الأضلاع. إذن هذا متوازي الأضلاع، هما اللي تيكونوا قطر كبير وقطر صغير، ولكن ما كاين الزاوية قائمة، إلا كانت زاوية قائمة كيكون معين. إذن هذا متوازي الأضلاع. أما هذا مربع صحيح وهذا معين صحيح. جيد، نمشيو لآخر سؤال. دائما مع الجيد في الرياضيات المستوى الرابع صفحة 26. من خلال المخطط التالي أجيب عن السؤال: في أي شهر تجاوز توفير أحمد 500 درهم؟ إذا غنشوفو في شهر واحد عندو 400 درهم، في شهر اثنان، إذا هنا واش بغاو هما؟ بغاو من خلال في أي شهر تجاوز 500 درهم. غنجيو 500 درهم، غنلقاو هاد الشهر هذا هاهي فايتة 500، يعني شهر 4. في شهر 5، شهر 6، وفي شهر 7، هادو كلهم فاتوا 500 درهم. إذا تجاوز توفير أحمد 500 درهم. في شهر واحد خطأ، في شهر جوج خطأ، في شهر 4 نعم، في شهر 4، في شهر 6 نعم. اي فوالا، هنا كملنا الصفحه 26 من الجيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي مع تقويم تعلمات ودعمها وتوليفها. شكرا، ما تنساوش الاشتراك ولايك للفيديو. الى اللقاء.